هاي الميموري الادرسيز تبعينها، هاي انا اتردت يعني كاكزامبل، هاي الميموري هاي 32 باي 16، هاي فيها 32 مكان، كل مكان طوله 16 بت، هذول 16 بت، فممكن تلاقي فيها مثلا 0 هاي الميموري مثلا يكون فيها هاي الميموري، يعني هسه لو احكي ميموري اوف زيرو، هسه لو حكى لك واحد قديش ميموري اوف زيرو، قديش تساوي؟ قول له هذا الرقم، عندك تحوله لديسيمال او ممكن تحطه بالباينري، هذا الرقم الكونتنت تاعك ميموري اوف زيرو، هاي ميموري اوف زيرو كباينري، ممكن تحولها ديسيمال. طب ميموري اوف 19 كم تساوي؟ تساوي الرقم هذا، الرقم هذا اللي هو 6 زائد او خلنا نحملها الصفر مشان نسهل حالنا، عبارة عن 0 1 2 3 4 5 6 7 128 و6، يعني 130 34 ديسيمال، وهكذا. هاي هي الميموري ببساطة. طبعا عدد سلاك الادرس، كم من سلك الادرس هذا اللي داخل على الميموري، بيعتمد على حجم الميموري. فلو كان عندي ميموري فيها 8 اماكن، فيها 8 اماكن، ميموري فيها 8 اماكن، معناته آخر مكان راح يبلش الأدرس من صفر هون وينتهي 7،
شكل الادرسيز يعني ثمانية. لو كانت الميموري فيها 16 مكان، راح يبدأ الادرس تبعها من صفر، ينتهي ب15. العلاقة هسه مشان أنا أحط آدرس قيمته 7، السبعة عبارة عن 1 1 1 1، ثلاثي ونز، السبعة ثلاثي ونز، السبعة تساوي ثلاثي ونز، 15 أربعة ونز. الميموري اللي احنا رسمناها هون على الوورد فيها 32 مكان، فآخر واحد 31، فمشان أقدر أحط الأدرس 31، 31 عبارة عن 5 ونز. كويس، احنا بنعرف إنه عدد الأماكن هون 8، هون عدد الأماكن 16، هون عدد الأماكن 32. بنعرف إنه هون عدد الأماكن 2 و3 8 باي، حسب قديش طول المكان. مثلا لو قلنا مثلا 16، هون عدد الأماكن 2 و 4 اللي هن 16 باي، مثلا جزء واحد يقول بدي اياها طول المكان 8. ماشي، الميموري هاي اللي فيها 32 بدها تكون 2 و5، 32 مكان، ضرب مثلا نحكي 16. احنا اتفقنا انه الميموري بيكون هون عدد الأماكن اللي فيها، وهاي طول المكان، فهاي الميموري هاي عدد الأماكن وهاي طول المكان. عدد الأماكن 16 مكان اتفقنا، طول المكان اتفق هيك كإكزامبل 8، هون عدد الأماكن 32، 2 قوة 5 32. لاحظوا أنا مشان أمثل الأدرس 7 بدي 3 بت، هاي الثلاث بتمثل عدد سلاك الأدرس. هاي 2 قوة 5 اللي هي 31 على إشي، هن 32 بس الخمسة هاي بتمثل عدد سلاك الأدرس، 5 سلاك بدي. هون كم من سلك بدي؟ بدي 4 سلاك للأدرس عشان يزبط معي أوصل ل15 على إشي، عشان أحط عليهم 1 1 1 1. إذا حطيت 3 سلاك بقدرش أوصل ل15، بقدر أوصل ل7 بس، فبزبطش لهاي 3 سلاك، بزبط 4 وفوق. بس أنا دائما بأخذ أقل عدد ممكن، أقل عدد ممكن 4، ممكن أعملهم 5 سلاك بصير الموست دائما 0. فأنا بأخذ أقل عدد ممكن اللي هو 4. ماشي، طب هون هاي الميموري تبعتنا اللي هاي 4096، 4096 معناته كم من سلك في للأدرس؟ 4096 تساوي 2 قوة 12، هيك ال 4096 بالباينري. معناته كم من سلك فيه للادرس هون؟ جاوبوني. 12 12. اتفقنا انه عدد سلاك الادرس حسب عدد الاماكن، حسب عدد الاماكن عدد سلاك الادرس. 4096 مكان اللي هي 2 قوة 12، معناته 12 سلك في للأدرس. ماشي، عشان لما يكون كلهن ونز بيكون، يعني لما يكون 12 ون، 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4، هذا يساوي قديش الرقم بالدسم؟ هذا يساوي 4095. ماشي، اللي هو بيكون آخر آدرس بالميموري هاي، راح تبلش من 0 لغاية 4095 اللي هو لما يكون 12 ون، 12
12 ون. اقل من هيك اذا بحط 11 سلك مش راح اوصل الرقم هذا، ما اقدر اعمل اكسس لاخر مكان فيها. يعني هاي الميموري تبعتنا هون بدي 5 سلاك، لانها 2 قوه، لانها فيها 32 مكان. 32 مكان معناته بدي 5 سلاك، لانه 2 قوه 5 32. إذا بحط 4 سلاك، الأربع سلاك بيوصلوا على إشي 15، فبقدرش أعمل أكسس لا لميموري أوف 16 ولا ميموري أوف 17 ولا 26 ولا إشي. فمينيموم بدي 5، 6 بزبط، أكثر بيصير. يعني مثلا لو حطيت 6 سلاك، 6 سلاك مهني بيوصلن لغاية 2 قوة 6، بيوصلن لغاية 63، فبزيد، بس أنا مش بحاجة، دائما بجيب المينيموم. كويس؟ فالمعادلة يعني ممكن نحكي إنه 2 قوة N باي M الميموري، هاي معناها إنه أنا عندي 2 قوة N locations بالميموري. Each location has امبتس، حجمه امبتس، في امبتس بالممري تبعتنا 16 الام، هون بالممري تبعتنا الام 16، الان 12. بس احنا ممكن نحكيها بشكل عام، اذا كان عندي 2 قوه ان باي ام ممري، اي معناها فيها 2 قوه ان لوكيشنز، كل لوكيشن فيه امبتس طوله. هذا الحكي معناه انه number of address lines بده يكون شو greater than or equal n، بده يكون اكبر او يساوي n عدد سلاك الادرس. بس انا دائما بحاول اني اصغره، فاصغر شيء بيكون n، هاي الحاله اصغر شيء بيكون n. فهمتوا؟ طيب دكتور سؤال، قول. هسا عدد الأماكن وطول المكان دائما بيكونوا 2 أس أن؟ مش شرط، حسب ما بتصممها أنت. لو 12، لو كان عدد الأماكن 12، آخر واحد شو بيكون؟ 11. كم من سلك للأدرس بدك؟ بدي 5. مش 5، 4. أربعة بكفيك، الأربعة لهن بغطن، الثلاث بغطنك لعند 7، بزبطش. الأربعة بغطنك لعند 15، بزبط، بغطنك وزيادة. ماشي؟ ماشي يا سائل؟ وصلت وصلت دكتور، يسلم. كويس. حد عنده سؤال يا شباب؟ بس احنا الاركيتكت اورجنايزيشن تبعنا لازم، طبعا لازم نحط ادرس للميموري، بصيرش اكتب عشوائي عليها. فانا بدي اكتب، يا بكتب على ادرس 100، يا بكتب على ادرس 50، يا بكتب على ادرس 700، يا بكتب على ادرس 4000، يا بكتب على ادرس 0، او بقرا ريد قراءه. فهم 16 بت، يا بقرا منها 16 بت، يا بكتب عليها 16 بت. بس دائما شو لازم احط الادرس؟ الادرس منين جاي؟ الكونتنت تبعت الاي ار. لاحظ الكونتنت تبعت الاي ار اللي هي الاوتبوت تبعه، هن نفسهن السلاك اللي مشبوكات على الادرس تبع الميموري. فانا لو بدي ميموري اوف 70، بتعامل مع ميموري اوف 70، بالاول لازم احط 70 بالاي ار، وبعدين اذا بدي ريد بعمل الريد 1 والسلكشن لاين 7، فبطلع هون ميموري اوف 70. واذا بدي رايت اكتب على ميموري اوف 70، هذول بكونوا دونت كير، الريد بيكون 0 الرايت بيكون 1، فراح اروح اكتب الداتا اللي هي فايتي انبوت على الميموري اكتبها على ميموري اوف 70. فالميموري عليها عمليتين بصير، وبصيروش مع بعض، يا ريد يا رايت، يا ريد يا رايت. في ميموريز ممكن تكتب وتقرأ
عليهم نفس الوقت بس مش على نفس الادرس، يعني في لها شغل بس هذا يعني لقدام ممكن يمر معك شيء زي هيك، يعني طلاب الهندسة لقدام يعني كثير السنة الخامسة ممكن تشوف شيء زي هيك، وممكن انه تقرأ منها يكون لها اكثر من تو اوتبوتس، تقرأ منها من مكانين يعني تقرأ داتا مرتين منها. بس احنا الممرة تبعتنا هاي بسيطة، يا بقرأ منها بكون حاط الريد 1 والرايت 0، او بكتب عليها الداتا اللي جايه وبكون حاط الرايت 1 والريد 0، ودائما المكان بالميموري اللي بتعامل فيه بيكون الادرس تبعه عنوانه موجود بالاي ار، حطه بالاي ار وبعدين بحدد وين بدي، بحدد العمليه ريد ولا رايت. طبعا لما بدي اقرا لازم احط السليكشن لاين 7 مشان الداتا تطلع على البص. حد عنده سؤال يا شباب؟ دكتور، بس بدي أسألك شغلة إنه الأدرس بتاخذ من الريجستر اي ار. مش بتاخذ، احنا الاورجنايزيشن هيو، احنا السلاك هاي شو بتمثل؟ تمثل الكونتنت تبعت الاي ار صح؟ مظبوط. دائما انه الاوتبوت هو نفس الكونتنت، وهي السلاك نفسها هي اللي شابكها على الادرس، وهو هيك الاورجنايزيشن عمله. انت هالساعات اذا بدك تتعامل مع لوكيشن 70 لازم الاي ار 70، بدك تتعامل مع لوكيشن 80 لازم تحط بالاي ار 80، بدك دكتور احنا حكينا لازم تحط دكتور احنا حكينا 4096 اللي هي 2 قوة 12، يعني الادرس لازم تكون 12 ادرس لاين. طب هسا اي ار يعني هي 12 بيت. حكيت لكم بداية المحاضرة راح تكتشفوا انه البي سي والاي ار هذول بيختلفوا، هذول 12 بت 12 بت، وحكيت لكم الموست سيجنفيكنت 4 بتس بيكون زيروز، والبقية الريجسترز 8 16، هذا 16 بت، هذا 16، هذا 16، هذا 16. الان ريجستر 8 بتس والاوت بت ريجستر 8 بتس، الاي ار 8 16 12 بت، والبي سي 12 بت. لما يطلع اذا قراته 12 بت عندك هون 16 سلك، بيكون الليست 12 الهن معنى، والموست بهذيك اللحظه ما لهمش معنى، بيكونوا زيروز. الموست 4 12 و4، نفس الشيء البي سي اذا قراتها الليست 12 بت على البص بيكون الهن قيمه البي سي، والموست 4 بت بيكون زيروز. دكتور انا شو البروسيس اللي بصير؟ يعني بس انا بدي انقل الكونتنت تبع ريجستر معين على لوكيشن بالميموري واحدد الادرس يعني من الاي ار، يعني كيف بتصير؟ انت شو قول لي شو بدك تسوي بالضبط. يعني مثلا هسه الاي ار هي اللي بحدد منها الادرس تبع وين، يعني وين الكونتنت تبع الريجستر اللي بدي احطه باللوكيشن معين. حط لك مثال يلا احسن. يعني هسه اي ار فيها كونتنت بدنا نقولها على لوكيشن بالميموري مثلا. لا الاي ار فيها كونتنت، الكونتنت هاي بتحدد اللوكيشن بالميموري اللي بدك تتعامل معه. يعني الكونتنت بالاي ار ما بقدر اسوي فيها شيء غير انه احدد اللوكيشن تبع الميموري؟ لا بتقدر تسوي اللي بدك اياه فيها، بتقدر تنقلها على الاي سي، بتقدر تنقلها على الاي ار، بتقدر تنقلها على البي سي، بتقدر توديها على الميموري، بس هي باي لحظه من اللحظات القيمه اللي هون بتحدد الادرس. طب اذا برضه بدي نقولها على الميموري هسه قلت طيب حط 12، يعني اذا كانت مثلا 12 او مثلا 50 القيمه اللي فيها، القيمه اللي هون 50 ماشي؟ بدك تنقلها وين؟ على الميموري صح؟ ايوه. بدك تنسخ 50 بالميموري، بس هالساعات 100% راح تنسخ على اي مكان بالميموري؟ احكي على ايش دكتور؟ انت هون حكيت انه جوا الاي ار في 50،
معناته اللي برا هون شو كمان 50 صح؟ 50 انت بدك تنسخ الاي ار على الميموري صح؟ مظبوط. يعني بدك انه الاي ار تروح على الميموري، بس هسه على ميموري اوف قديش راح تروح؟ على اي لوكيشن بالميموري؟ لا انت بتقول لي 50 هاي، بدها تروح على لوكيشن 50 100%. ايوه زي هيك. يعني هسه اذا انك طبعا مشان تطلع الاي ار لبرا شو بتحط هنا؟ 0 1، يصير ال 50 اللي انت حكيت عنها اللي جوا الاي ار بتسبح هون وداخل عليهم كلهم. طبعا ادرس قديش اللوكيشن، الادرس قديش؟ الادرس 50 50، لانك انت حكيت الاي ار فيها 50، والانبوت هون قديش صار كمان 50. 50 اعمل الرايت 1 راح تكتب على ميموري اوف 50 50. ايوه ماشي، بس ما لهاش معنى تنقل ال اي ار، يعني ما لهاش معنى تنقل الاي ار نفسه يعني على يعني ماشي، بس يعني اكزامبل ماشي بنقدر نساوي اللي انت يعني انت بدك الاي ار ينتقل على الميموري، هيك اللي راح يصير. لو بدنا نقول البي سي على الميموري شو بساوي؟ اول شيء بحدد اللوكيشن اللي بدي اروح عليه. ايوه بحدد المكان اللي بدي انسخ فيه، مثلا واحد قال بدي انسخها على لوكيشن 100 بالميموري، فاول شيء لازم احط 100 بالاي ار. كيف بدي احط 100 بالاي ار؟ في طرق، مثلا من الانبوت، من الانبوت هذا من برا بحط 100 هون وبنقولها على الاي سي، وبعدين بنقول الاي سي وين؟ على مثلا ماشي بحط 100، هذا انبوت بيجي من برا، هذا انبوت بيجي من برا انت بتقدر تدخله الاي سي، بعدين بتنقل الاي سي على مين؟ على الاي ار. يعني انت حط، انت كتبت 100 هون بيدك، بعدين نقلت على الاي سي، الاي سي صارت 100، بعدين نقلت الاي سي على الاي ار، صارت الاي ار فيها قديش؟ 100. قديش الادرس هنا؟ 100. هسه اي قراءه او كتابه راح تكون من ادرس 100، ميموري اوف 100، يا ريد يا رايت. بس انت حر، بدك تودي البي سي بتحط على السلكشن لاين هون جوا 2، بختار البي سي بتطلع برا بتحط رايت واكتب على ميموري اوف 100. فانت هيك كتبت القيمه اللي جوا البي سي خزنتها على ميموري اوف 100. تمام نختار. واضح الأمور إلكو كلكو؟ اسألوا يا شباب. هلا احنا بنخزن الادرس بالميموري من خلال يا الاي ار، يا اما انه ندخله على الميموري دايركت من خلال البس. الادرس ما بتخزنش بالميموري، الادرس هو عباره عن سلاك بيحدد المكان اللي بدك انت تتعامل فيه بالميموري. ماشي، الادرس ما بتخزن بالميموري ولا بنقرأ من الميموري، الادرس سلاك انت بتحط عليه، بدك انت تتعامل مع المكان رقم 80 بتحط عليه 80. طبعا شو تتعامل معه؟ يعني تقرأه أو تكتب عليه. كويس؟ بدك تتعامل مع المكان 117 بالميموري، يا تقرأه يا تكتب عليه، بتحط على أسلاك الأدرس بتحط عليهن شو؟ 117. ماشي يا بنت؟ أنت بدش تتعاملي مع اللوكيشن 117 بالميموري، تتعاملي معه يعني يا تكتبي منه يا تكتبي عليه يا تقرأي منه. ماشي؟ بتروحي بتحطي على أسلاك الأدرس 117. بدش تتعاملي مع اللوكيشن 225 بالميموري، بتروحي بتحط على سلاك الادرس 225. بعدين اذا بدك قراءه بتعملي ريد، بدك كتابه بتكتبي. ماشي، هسه احنا بالاورجنايزيشن تبعنا هذا، لما انا بحكي لك انه بدنا نحط على سلاك الادرس 117 او بدنا نحط على سلاك الادرس 225، يعني بدنا نحط على هذول السلاك. هذول السلاك من وين جايات؟ جايات اللي هي الاوتبوت تبع الاي ار، يعني بدي اكتب على الاي ار 117 بكون انا كاني حطيت على سلاك الادرس 117.
بدي اكتب على، اذا كتبت على الاي ار 225 بكون حطيت انا على سلاك الادرس 225. بعدين بعد ما احط الادرس في حسب الادرس اللوكيشن، الكونتنت تبعت اللوكيشن بالميموري يا بتطلع يا بنكتب عليها. وضحت يا بنت؟ اه تمام تمام دكتور يسلم. اذا مش فاهمه اسالي. لا لا تمام وصلت. بس زميلكو سال سؤال بخربط، انه هو قرر انه الاي ار نفسه يخزنه بالميموري، فصدفت انه 50 والادرس 50 واللي تخزن 50، فصار ميموري اوف 50 تخزن فيها 50، يعني صدفه هيك يعني كاكزامبل. هو يعني هو طلب حكى بدي اخزن القيمه اللي جوا الاي ار بالميموري. القيمه اللي جوا الاي ار هي نفسها اللي راح تكون مكتوبه على سلاك الادرس، وهي نفسها بده يخزنها. فلا لما حكى لها 50 القيمه معناته الادرس قيمته 50 والقيمه اللي بدي اخزنها 50، فخزنت على ميموري اوف 50 خزنت 50. يعني هيك هيك اكزامبل، بس انا مش هيك بالعاده بساوي. انا بجيب القيمه اللي بدي ار بخزنها بالميموري، او بجيب قيمه من الميموري بوديها على الدي ار. طيب من اي مكان بدي اجيبها؟ باجي بحدد الادرس للمكان اللي بدي اجيبها منه او اكتبها عليه. كيف بحدده؟ بحط هون على السلاك هاي بحط قيمه. طب الاورجنايزيشن تبعنا هذا مشان احط قيمه على السلاك هاي لازم اكتبها على الاي ار، لانه هيك هيك الاورجنايزيشن لازم اكتبها على الاي ار، لازم اخزنها بالاي ار. فبوصلها للاي ار باي طريقه. مثلا لو كان المكان اللي بدي اقرا منه 287 بحط بالاي ار 287. هيك انا جبرت انه سلاك الادرس ينكتب عليها 287، وصرت انا هسه بتعامل مع المكان رقم 287 بالميموري. بحط 7 هون يطلع لي القيمه اللي جوا المكان 287، القيمه اللي جواته ميموري اوف 287 بتطلع لبرا، بيكون عامل هون ريد 1 ورايت 0، فبيطلع ميموري اوف 287 وبصير تسبح على البص، بوديها وين ما بدي، بدي اوديها على الدي ار، بعمل اللود تاع الدي ار 1 بتروح على الدي ار. يعني دكتور، يعني انت هسه اللي حكيته اللي هو من الدي ار ترانسفير تو الميموري ادرس ريجستر، صح؟ كيف؟ العملية اذا بدنا نكتبها بالار تي ال اللي هي ميموري اوف اللي عملته انا، ميموري اوف الميموري اللي هي الدي ار بيجيها الميموري، طبعا ميموري اوف ادرس. طبعا احنا عندنا الادرس تبعنا هون اي ار دائما، صح؟ الادرس تبعنا الاورجنايزيشن تبعنا يعني هي فعليا ميموري اوف الادرس. هيك ميموري اوف الادرس بتروح على الدي ار. هيك هيك الاكزامبل. او الدي ار هاي عمليه شو؟ ريد. هاي ريد بقرا من الميموري. رايت بدي اكتب على الميموري ميموري اوف الادرس فيها الدي ار مثلا. هاي العمليه رايت اكتب على الميموري. بس انا الادرس بالاورجنايزيشن تبعي من وين جاي؟ هيو هو شابككم هيك بالديزاين، هو قرر هيك شبك الادرس اللي هن سلاك الاوت تبعات الاي ار. سلاك الاوت تبعات الاي ار معناته هي الكونتنت تبعت الاي ار، ماشي؟ فهسه يعني احنا بالاورجنايزيشن هاد تبعنا هيك اللي بصير نكتب، ما نحطش ادرس، نحط ميموري وفي الاي ار نفسه. وهنا ميموري اوف الاي ار، فهمتوا؟ ماشي شباب؟ فهمنا دكتور، بس اهم شيء بالله عليك انك تنزل لنا اياه اليوم ان شاء الله. الله يسعدك دكتور. نسالك الثلاثاء في محاضره؟ ثلاثاء؟ اه ليش ما فيش؟ في ناس بيقولوا عشان الانتخابات عطله رسميه. لا يا زلمه احنا والله بناخذ هالمحاضره، وانا اصلا بدي اعوض لكم المحاضرات اللي راحت علينا اصلا.
خلاص ماشي دكتور، يعطيك العافية. يروح ما فقد الدكتور. ما تفقد غالي، دعونا للحج الله يرحمه. عظم الله يرحمه. شكر الله. الله أجركم دكتور. الله يحفظ لكم والديكم ومتعكم فيهم. طيب ظل عندنا هون هذول الكنترول لاينز الثانيات، اللود فهمناه من زمان يعني واشتغلنا عليه، بظل هذا الانكريمنت، الانكريمنت هذا اذا فعلته يصير الريجستر على كل رايزنج ايدج يزيد واحد، انكريمنت هاي انكريمنت، فبصير على الرايزنج ايدج الكلوك يزيد واحد ما دام مفعل. اللود اذا فعلت اللود بصير الكونتنت الانبوت على كل رايزنج ايدج يفوت لجوا، على كل رايزنج ايدج يفوت لجوا، فاذا كان بيتغير كل شوي بتغير قيمه، اذا ثابت بضل نفس القيمه تدخل جوا. الانكريمنت بزيد واحد على ريجستر على كل رايزنج ايدج. الكلير بيعملوا صفر بصفره كويس. طبعا ما بصيرش يكون الاثنين اكتف بنفس الوقت، يعني بصيرش يكون بيعمل انكريمنت ولود ما لهاش معنى، ولا بيعمل انكريمنت وكلير ولا بيعمل لود وكلير، فبيكون واحد منهم اكتف والباقي ان اكتف. ماشي، راح نحتاجهم لقدام باستخدامهم اقل من اللود. الانكريمنت والكلير استخدامهم اقل من اللود. بس لو واحد حكى لك، لو حكى لك بدي تعمل لي المايكرو اوبريشن التاليه انه بي سي يجيها صفر، شو بتساوي؟ بتروح بتعمل الكلير تاع البي سي اكتف، خلص بصير البي سي صفر. ماشي، واحد حكى لك بدي تعمل المايكرو اوبريشن التاليه انه دي ار بيجيها دي ار بلس 1، شو بتقول له؟ بتقول له هاي سهله بالاورجنايزيشن تبعنا، باجي على الدي ار على الانكريمنت بعمله 1 واللود بعمله 0 والكلير 0 ان اكتف، فالدي ار بصير فيها دي ار بلس 1 بزيدها واحد على السايكل اللي بعديها، يعني على الرايزنج ايدج. طيب هيك ان شاء الله تكونوا فهمتوا، هذا اهم شيء ترى، يعني هذا اهم شيء بالشابتر كله، حتى بشابتر 6 كمان راح يعني بيعتمد على فهمك لهذا. واللي مش فاهم طبعا يعني اللي مش فاهم يراجع ويسالني اذا انه مش فاهم، هسه اذا بده يسال يسال، اللي مش فاهم اذا حاب حدا يسال يسال. هاي شباب هون الاي عباره عن فليب فليب، هاي للكاري، فانا بتجمع انت بتطلع بالاخير كاري، بخزنها بالاي، هاي فلاج يسموها الاي سي اكستندد بت فليب فليب فور كاري اوت اند سيركوليشن. فالاي هي عباره عن فليب فلوب بتخزن فيها، اذا جمعت اخر شيء بتخزن فيها قيمه الكاري النهائي. لما تجمع مثلا 16 بت و16 بت، الموست سيجنيفيكانت كاري اللي بيطلع اخر كاري بتخزن بالاي هون. طبعا الانبوت ريجستر بيجي من برا وبدخل على، تقدر توصله للاكوموليتر بسهوله وبعدين بتوديه وين ما بدك. الاوتبوت ريجستر انت بتقدر تاخذ من اي مكان من هون وتطلع عليه لبرا. لاحظوا بس مشبوك هو من البص بيجي عليه داتا، له لود بس. طبعا هذا مالوش لا لود ولا كلير ولا انكريمنت. الاي ار له لود بس لانه بنعملوش كلير ولا بنعمل له انكريمنت. البقية إلهم، الميموري إلها ريد ورايت، وفهمنا كيف تعامل معها. بس إيش بنستفيد من الأوتر؟ نعم؟ إيش بنستفيد من الأوتر؟ الأوت ريجستر، هذا الأوتر اللي هو الأوت ريجستر، الأوتبوت ريجستر، وهاي الإنبوت ريجستر. الإنبوت زي الكمبيوتر، هو هذا كمبيوتر، هذا على فكرة كمبيوتر صغير بسموه البيسك كمبيوتر تاع مانو، هذا كمبيوتر وبينفذ برامج يعني.
الكمبيوتر عندنا، الكمبيوتر اللي عندك له كيبورد، الكيبورد بتجي منه الانبوت والشاشة اوتبوت بتودي عليها. فالداتا من الكيبورد لما تكبس على اي كبسة بالكيبورد بتروح على الانبوت ريجستر، وبعدين بتفوت لجوا وين ما بدك توديها. لما انت بدك تودي على الشاشة او على البرينتر تطبع، توديها من جوا على الاوتبوت ريجستر، والاوتبوت ريجستر بيكون مشبوك على البرينتر، يعني مشان الاوتبوت، يعني انبوت واوتبوت. اي كمبيوتر بالدنيا لازم يكون فيه له انبوت واوتبوت. اتذكر هذول شرحناهم شو معنى الاوب كود. طيب هسا الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر تبعنا بدنا نصير نكتب له برامج، ما هو كمبيوتر. فالبرامج اتفقنا بالمحاضرة، متذكر اخذنا انه ان شاء الله يكون بعده موجود، هاي لما شرحنا هون حكينا انه بالسي بلس بلس انه انت بتكتب اكس تساوي واحد، واي تساوي اكس ماينس اثنين، زد تساوي اكس بلس واي، ماشي. بس الكمبيوتر جوا بده يكون في عنده زيروز وونز، والزيروز وونز هذولا بفهمنه انه شو يساوي. فبالنسبة له مثلا هون في لازم يحدد له انه شو العملية اللي بدها تصير، فلازم يكون في هون من ضمن الزيروز والونز اشي بيحدد له شو العملية اللي بدها تصير، وهي العملية addition. فهون بسموهن fields، الزيروز والونز هذول اللي بتترجم لهم الستيتمنت هاي بسموهن اللي هي الباينري كود او الانستركشن كود، بيكون جزء منهن فيلد، منهن هالفيلدز هذولا بيدلوا على الاوبريشن اللي بدها تصير. وممكن مثلا هذا هو الجزء اللي بيدلوا على الاوبريشن، انه اللي هي ال 100 معناها 4، لو كان السبتراكشن بيكون هاي تغيرت ل 111 مثلا اكزامبل يعني. فلازم في شيء بيدلوا على الاوبريشن اللي بدها تصير، في شيء بيدلوا على الاوبرند الاول للاوبريشن هون الاكس، يكون مثلا هذا بدله على الاكس انه هاي معناها قيمه اكس، وفي شيء بدله على الاوبريشن في الاوبراند الثاني، ممكن يكون هذا بدله على الاوبراند الثاني، وفي شيء بدله على وين بدها تتخزن النتيجه، بدها تتخزن بزد. هاي كلها مع بعضها بنسميها instruction code، كويس، اللي احنا اصلا حكينا عنها سابقا الانستركشن كود. كويس، هي اللي هي الانستركشن كود، حكينا عن البرنامج. هسه الحلو عندنا هون الامور سهله، بسيطه جدا الامور.